السلام عليكم، نتمنى تكونوا بصحة جيدة بحول الله. نمشي لكم واحد الوصفة جد رائعة، ونتمنى إن شاء الله تعجبكم وندعو على بركة الله. بسم الله. هاد الكغاتان ديال كويرات ديال البطاطس بالخضار والدجاج أي بالفلافل غتعجبكم بزاف، ونتمنى إن شاء الله تحضروها وتقولوا لي الرأي ديالكم. خليكم مع الصور، نتمنى إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم بحول الله. هاد الايام سنحاول ندير لكم هكا لي غراتان، حيت كما قلت لكم مسبق راه كاين بعد الانسان سيبغي هكا يبدل يغير شويه من الطاجين شويه من مريقه، اللهم حاول هكا يوظف الخضار وهذا في لي غراتان. نتمنى ان شاء الله نخليكم مع الصور وان شاء الله تعجبكم، ومن بعد ان شاء الله بحاول ندوزوا المقادير. بسم الله على بركه الله. ندعو على المقادير. كاين هنا البطاطا، شي 5 الحبات ديال البطاطا متوسطه، صدر ديال الدجاج مقطع ديال العمال اي شريطه، كاين لي شامبينيون فلفل بالالوان، وكاين خيزو اي جزر او الجعده مقطع سوا رقيق كما كنوضح لكم هكا في الصوره. والتوابل انا ان شاء الله نحضر ونقول لكم التوابل. كناخذ ان ووك ولا شي مقله تكون كبيره هكا، كنوضع فيها زيت المائده، زيت ديال الطياب باش نطيبو بيه، بغيتو ديرو زيت البلدية راه ممكن. سنحاول ندير واحد 3 فصوص ديال الثوم، اي 3 ديال الدروس او فصوص الثوم محكوكين، نخليهم يتشحروا شويه. نتمنى تعجبكم ان شاء الله هاد الباريشه او الكغاتان ديال الكويرات البطاطا بالخضر والدجاج، صدر الدجاج. نحاول نخلي الثومه تشحر شويه ومن بعد نضيف الدجاج. كما شفتوا كنقطع هكا ديال لاميل اي طويل هكا شويه، ثاني غير شويه على المعتاد، ديما كنقطع اون تي دي، هاد المره قطعته هكا طويل ديال لاميل. انتما تشوفوا العطريه، نخليه يتشحر شويه ونضيفوا التوابل ان شاء الله تدريجيا. معروفين التوابل ديال الدجاج، كاين الملحه هي الاولى، من بعد غنضيف سكينجبير، نقول لك يتواصل مع الدجاج، شويه ديال السودانيه، خرقوا معلق، كاين الابزار، باش ديروا الابزار البيض ديروه هنا، شويه ديال الشاورما ديال الدجاج كتكون عندي متوفره، شويه ديال الفلفله الحمراء اي بابريكا. الا ما كانش عندكم شاورما دجاج بلاش، غديروا شويه ديال القزبر يابس، خلو يتشحر شويه، ومن بعد غنقول لكم المكون الاول اللي غادي نضيفوه ليه، اللي خصو يطيب مزيان. نحاول نخليهم حتى يتشحروا، قلت ما يكون في لي غراتان، لان كيعجبوني لي غراتان بزاف، وكنتمنى نتوما ان شاء الله يعجبوكم، لان الولادات الصغار ما تياكلوش الخضره، حاولوا توظفوا لهم هكا لي غراتان فيهم الخضرة. أنا غلقت على المقلاة خليتها ينضج الدجاج، غادي نضيفو أنا غنضيف هنا لي شامبينيون. بغيتو ديرو الدارة معلبة راه ممكن، راه كتجي غزالة فيها. أنا حاولت نوظف لي شامبينيون، تمر فيهم فوائد كثيرة، كاين لي ناس متيعجبهمش لي شامبينيون بالعكس يستافدو منو، سوا فيه مواد زعما منفعه للذات. هنا كاين خيزو اي جزره وحده قطعتها حتى هي رقيقه بزاف، هادو اللي خصهم يطيبوا مزيان. الا قطعتو خيزو او الجعده رقيق حاولوا رقوه، راه دغيا كيطيب، راه واخا تشوفوا هي تتصهد هكا راه تيطيب دغيا. حاول نغلق عليهم نخليهم على ما ينضجوا شويه، عاد نضيف المكونات الاخرى. من بعد نغطي عليه، غادي نضيف الفلافل بالالوان، هذو المكونات الاخرين باقي غير الربع داك حتى الاخير. غنضيف شويه ديال العطريه اللي كنت وظفتها في الاول، حتى هي غنديرها فوق من باش ما تجيش الخضره شويه هكا باسله. داك التوابل اللي درت غادي نضيفوها من الفوق ونخليه يتشحر.
كيجي ألد ما يكون في هاد الكخاتنة أو البريشة ديال البطاطس والخضر، غندير قليل نص كاس ديال الماء ونغطي عليه نخليه ينضج مزيان، نعطيه وقتو للطياب، نغلق عليه ونخليه. ندوزو لحاجه اخرى، ممكن تقدروا تكونوا تسلقوا البطاطا قبل في هذا الوقت هذا. انا راه درت البطاطا كتسلق في الاخير، غادي نضيف الربيع. البطاطا غديروا لها غير مليحه هكا شويه وسلقوها، بغيتوا تسلقوها تقطعوها طريفات، بغيتوا تسلقوها كامله هكا داير كانت ديك البطاطا البيضه، سلقوها بالقشره ديالها. غادي نخليه ينضج شويه. كما قلت لكم البطاطا هي سلقتها، كاين هنا الفرماج، كاين موتزاريلا، فرماج الحمر، كاينه تما الزبده، لان غندير بحال الشكل ديال لابيوري. غادي نحاول ندهس هكا البطاطا المعكه بهاد الاله هادي ولا بالفرشه، الا كان متوفرش عندكم هاد الاله هادي غديروا الفرشه عادي. هنا كنوضع قليل من الزبده، الزبده ديال العبار، نحاول ندعقها مزيان. انا درت فيها قليل من راه درت شويه ديال الابزار، كنحاول ندعقها مزيان. كما قلت لكم ما عندكمش هاد الاله غير لا فورشيت ولا المعلقه هكا دوسو على ظهرها. البيضات الصغار كلشي عز عليهم، البطاطا الكبار والصغار، شويه ديال البزار الابيض ولي وضفتو، ردوا بالكم راه حار شويه على البزار الكحل، هاي الاسود و لو بوافر نوار. قليل من الربيع، انا صراحه كنحاول نوظف شويه ديال شويه الربيع هكا باش تخرج ديك البطاطا هكا بيضه، ولكم الاختيار. سبسكرايب لي ما عمرو ما شارك، ولايك كالعاده. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الطريقه هذه، ونحاول نديرو مكويرات وناخذ واحد طريف من الموتزاريلا، قطعتهم هكا نص حكيته مع الفخوماج غوج، والنص خليته هكا كويرات، قطعتهم دير تي دي اي كاروات صغار، تندير هكا كويره هانتوما على كف اليد. كنحاول ندير واحد هكا الوسط واحد هذا، وكنحاول نوضع طريف صغير ديال الموتزاريلا حتى هو كيعطي واحد ملي كتقطعوا هكا الكويره ديال البطاطس تتخرج لكم ديك الفرماج ديال الموتزاريلا ديك الخويطات ديالو، غير اللي تزيين هكا الانسان يغير شويه على المعتاد. هانتوما طريف صغير ديال الفرماج الموتزاريلا، وكنحطوهم هكا كويرات. هانتوما غتشوفوا التزيين النهائي، ونتمنى ان شاء الله يعجبوكم هذه الطريقه هذه جديده. واللي غراتان كل واحد وكيفاش كيختار كيفاش يغير شويه على المعتاد. انا حاولت نديرهم هكا كويرات، ان شاء الله نبقاش نكمل البطاطا كامله ونوضع فيها كما قلت لكم. حاولوا تقادوا العبار ديال البطاطا باش يجيكم داكشي متساوي، الكويرات مقادين، ما تاخذش لكم بزاف الوقت. من بعد تناخذ قالب ديال الفرن ديال الكغاتان، تنحاول ما غندهنو ما والو، غنوضع ديريكتومون فيه هذاك الحشو اللي طيبنا ديال الدجاج والفلافل ولي شامبينيون والخيزو. كنحاول نسرحو على سطح الكغاتان كامل، صلصه البيشاميل راه كلشي كيعرف يحضرها، جوج معالق ديال الزبده، جوج معالق ديال الدقيق، ونصف لتر ديال الحليب، قليل من الكوزه وقبصه ملح. هي فيها عده وصفات كل واحد كيفاش كيجهزها. انا حضرتها مسبق، راه قلت لكم شحال من مره تحضروها قبل، وسنحاول نديرها من الفوق ديال الخضره اللي وضعت، وكنخلي القليل منها. كنحاول نرص او نستف الكويرات البطاطس اللي محشوه بالجبن الموتزاريلا هكا كما شفتوا، كنحاول نبعدهم شويه. سنقادي ان شاء الله سطح العمل، وانتم غتشوفوا في النهائي شنو غادي نحاول نزينه بالفرماج وما تبقى من صلصه البيشاميل، غير قليل منه ماشي بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم بزاف هذه الوصفه هذه. وفي الاخير ما تبقى من صلصه البيشاميل كنحاول غير شويه هكا
شي بزاف، شويه على الكويرات، وصالون تاع الفرماج كنخلطو، الفرماج الموتزاريلا، الفرماج روج اللي عندكم توفر في البيت، اللي عندكم توفر، ماشي ضروري تكون الحاجه اللي كانت اللي موجود، يا الموتزاريلا بوحدها يا الفرماج روج بوحدو، غير هما ملي كيتخلطو كيعطيو واحد النكهه وواحد المذاق زوين. من بعد كما خلطتهم انا سنرصهم هكا شويه، ودائما انا ملي كندير شي غراتان ولا شي بيتزا ولا هذا كنخلي شويه، واخا كندير الفرماج كنخلي شويه، ملي كنخرجها من الفرن كنحاول نديرهم من الفوق، سواء كيعطي واحد المنظر زوين، تيجي هكاك دامع زوين. والفران دائما يكون تسخنوه مسبق، دائما اي حاجه غتوجدوها اللي غطى في الفرن والاول حاجه اللي كيشعل باش يسخن. هاي من بعد ما طابت هاي كي جات محمره مجمره هكا، وتزينوها بشويه قليل من الربيع، ولا عندكم اي حاجه ممكن بغيتو من الفوق تكون هكا خضراء، ولا دي طوماط سوريز خضرين. ونتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد البريشه وهاد الكغاطان هذا، وبالصحه والعافيه ان شاء الله، ودائما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الى وصفه اخرى ان شاء الله او فلوق ثاني، بالصحه والعافيه. Thank you.